النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يتصدق بصدقة من طيب ماله والله لا يقبل إلا الطيب إلا يتلقاها الرحمن بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الفصيل صغار الإبل، والفلو صغار الخيل، يتعاهدها العربي إن كان صاحب خيل أو إن كان صاحب إبل، ويجعلها تحت نظره تحت عينيه حتى تكبر. فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل للناس من جنس ما ألفوه، من الشيء الذي ألفته أعينهم وقلوبهم وحياتهم، فأخبر أن هذه الصدقة ولو كانت تمرة كما جاءت مبينة في روايات أخرى، فإن الله عز وجل يتلقاها لأنها من عبد طيب من كسب طيب، من عبد طيب من كسب طيب. وفي الحديث: والله لا يقبل إلا الطيب. ثم تكون التمرة تضاعف حتى تصل إلى أن تكون مثل أحد، وأحد جبل معروف في شمال المدينة. ولما كان الخطاب النبوي في مدينته صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثلا بجبل يعرفونه، وقد علم عليه الصلاة والسلام أن أمته بعده ستحفظ له سيرته وسنته وهديه، فلما ذكر أحد لا يوجد اليوم مسلم على وجه الأرض يجهل ما هو جبل أحد، لأن الأمة علمت تاريخ نبيها، قرأته، اطلعت عليه، فقهته، علمت أي جبل هو أحد. وكل قادم إلى المدينة إن وجد فسحة من الوقت آب إلى أحد، زار أحد، أتى أحدا حتى يزور الشهداء الذين في سفحه. والمقصود من هذا كله فضل الصدقة ولو كانت شيئا يسيرا، ويمكن أن تقع على ضربين: تقع علانية إذ لا مناص لك من أن يراها الناس، كأن ترى فقيرا يغلب على ظنك فقره فأنت تريد أن تعطيه، ولو تركته لن تعطيه لأنه يغلب على ظنك أنك لن تراه كرة أخرى. فحتى لو كنت في رفقة، في زملاء، في صحبة، في مسجد، في جامعة، في عملك، أعطه. وفقراء تعرفهم بأعيانهم، ولا تود أن يعلموا عنك أنك أعطيتهم، ولا تريد أن تجرح من طوت عليه مشاعرهم، فتأتيهم بطريقة ما تختار، وأن تختلف زمانا ومكانا من حال إلى حال، المهم أن يصل المال إليهم. كل ذلك إن لم تراه أعين البشر وخير لك ألا تراه، يكتبه الملكان، ثم يرفع إلى الرحيم الرحمن، ثم تجده يوم القيامة في يوم يشيب فيه الولدان. لمثل هذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: لمثل هذا فليعمل العاملون. كلما صدقت سريرتك ونيتك أنك ستلقى الله عز وجل حقا لا محالة، فإنك تعد العدة للقاء الله، تجعل عملك يسبقك إلى ربك، فلا يصبح أكثر من أن تمضي بك الأيام، يمضي بك الدهر، تنطوي عليك السنون والأعوام حتى تلقى الله. فإذا لقيت الله وجدت عملك عنده مستودعا، فالله إذا كانت أبداننا ونحن نيام يحفظها، فكيف بأعمالنا التي أردنا بها وجهه ولم نرد بها أحدا غيره؟ وهذا هو الذي دل القرآن والسنة على المسارعة إليه.